السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا التلميح بنتعرف على كيفية إظهار وإخفاء الدوك تايب. عشان تظهر وتخفيها تضغط على Ctrl أو Command سوري Command و Alt وحرف الدي. لاحظ الآن إذا أحطيت الماوس عليها راح تظهر لك. عشان ترجعها مرة أخرى تضغط Command و Alt وحرف الدي. أتمنى أكون أفدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.